تواصل مصر جهودها لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. في مستشفى العريش بشمال سيناء تم تخصيص مساحة لخدمة مرافق المصابين والجرحى الفلسطينيين الذين يأتون عبر معبر رفح البري. إجراءات عديدة اتخذتها الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها منذ بدايات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى اللحظة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بمختلف الطرق والسبل. فهنا في مستشفى العريش بشمال سيناء خصصت هذه المساحة لخدمة المرافقين للمصابين والجرحى الفلسطينيين الذين يأتون عبر معبر رفح البري، مساحة تقدم من خلالها كافة أشكال الدعم من خلال مجموعات عمل تعمل على مدار الساعة من المتطوعين المصريين والفلسطينيين العالقين ليؤكدوا على نسيج الأخوة والمساندة لبعضهم البعض. نستقبل أشقائنا من أول الأزمة، عملنا ستاند باي استعداد بالمكان اللي حضرتك شايفه ده. من أول الأزمة سبقنا بخطوة، إن إحنا عارفين لأننا مررنا بالحروب السابقة قبل كده من 2008 وإنت جاي لحد حرب الإبادة اللي حاليا. الشعب المصري والدولة المصرية الحمد لله واقف تكاتف كامل متمثل في مكتب خدمة المواطنين، تذليل كافة العقبات، توفير كافة الاحتياجات الحمد لله. للأمانة بقدم كل الخدمات كل الخدمات واللي بوفروها للشعب الفلسطيني، لأنه أنا بعتبر أنه الشعب الفلسطيني والشعب المصري شعب واحد ودم واحد. وجدنا هنا إحنا بين عيلتنا، إحنا في أسرتنا، دايما مصر أم الدنيا، مصر العروبة بتقدم دايما كل الدعم وكل المحبة وكل تحتضن الشعب الفلسطيني احتضان. أول دخول المصابين والندى طبعا بسجلهم في المستشفى وبيجوا هنا، كل فرد بياخذ الشنطه بتاعته وهدومه، اي حاجه ملتزمات من احرامات مخدات، وفرونة بالراحه، وجبه غداء طبعا بيجيبوا لهم كل يوم بالفطار والعشاء. اي مريض بيجي بده يتوجه للعياده الخارجيه تمام بياخذوه، وبناخذ الفريق اي حدا بده يروح على الخيمه العيادة الخارجية بوفلوره سبل للراحة. استطاع المتطوعون هنا أن يرسموا ابتسامة على وجوه الأطفال الفلسطينيين رغم ما يكمن بداخلهم من قصص وحكايات مؤلمة، إلا أنهم وجدوا من أرض مصر مساحة ليتبدل خوفهم أمنا ويجدوا من يحتضن أحلامهم في البقاء بجانب أسرهم الذين وجهوا الشكر لمصر على مساندتها لأشقائها، فهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا عندما يتداعى أحدهم بالسهر والحمى. مصر نحبها عشان تعطينا ألعاب وحاجات وتلعبنا في أوضة الألعاب. إحنا جينا من غزة نعالج أمي، وهنا لقينا يعني مكتب خدمة المواطنين يساعد الفلسطينيين المصريين، طبعا يساعد الفلسطينية، وأنا حبيت أن أتطوع يعني معهم وحبيت أن يعني أخدم الفلسطينيين زي المصريين ما بيخدم الفلسطينية. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على احتضاننا وعلى توفير العلاج لنا وكذلك احتضان المرافقين وكافة الخدمات اللي بيقدمها لنا. صار قصف علينا والولد بعينه راحت وأم استشهدت وولاد أخويا اللي هو إخوته استشهدوا، وجينا تحويل على مصر للعلاج عشان يعملوا له يعني شوفوا إيش في العلاج في عينه، واستقبلونا أحسن استقبال المصريين، يعني شكرا مصر، وكتير بنحيي مصر وخدمة المواطنين. هنا المكتب ما قصرش معانا، قدم لنا ملابس، قدم لنا أكل. شكرا مصر. جهود مصرية كبيرة لم ولن تتوقف لدعم الأشقاء الفلسطينيين بإرسال المساعدات الإنسانية برا وجوا واستقبال المصابين والجرحى والحالات الإنسانية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تقديم كل أنواع الدعم والمساندة للفلسطينيين في قطاع غزة. محمود جميل، التلفزيون المصري.